السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم فيديو جديد من قناتكم قناة منوعة عتب. فيديو النهاردة، موضوع النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن شرح جديد في برنامج بيكست ارت. طبعا هسيب لكم البرنامج في الوصف اسفل الفيديو. كل عليك انك تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ في الشرح. شرح النهاردة يا جماعة، زي ما انت شفت في الصورة، ازاي هنعمل عيون الليزر ببرنامج بيكس ارت بطريقة سهلة وبسيطة. كل عليك انك تتابع الفيديو للنهاية، وكل يوم او كل يومين ان شاء الله هنزل لكم درس جديد من دروس برنامج بيكس ارت. اول حاجة هندوس على علامة الزائد دي، بعد كده هندوس على كل الصور، بعدين هننزل نختار صورة نعمل عليها تعديل. طبعا انا هجيب لكم الصورة دي زي ما انت شفتها في البداية. بعد كده هننزل تحت هنا على الخيارات دي، احنا هنختار هنشتغل النهاردة على كلمة التأثيرات وعلى كلمة اللمع العدسي. طيب هنعمل ايه في كلمة لمع العدسي؟ اول حاجة يا جماعة هندوس على الكلمة دي كده، بعد كده هنختار عدسة من العدسات الليزر دي، يعني ممكن لو هنختار مثلا العدسة دي او العدسة دي او العدسة دي، بس يفضل يعني العدسة دي والعدسة دي لانهم بيكونوا حلوين جدا. طب تمام، هنختار اول عدسة معاني، بعدين هنكبر شوية، بعدين هندوس على علامة الدايرة دي وهنحرك نجيبها على لؤلؤ العين. تمام يا جماعة، هتجيبها على لؤلؤ العين بطريقة احترافية كده. تمام، لو حبيت تكبر هتكبر عادي. تمام، حاول انها تكون مظبوطة علشان تبقى الصورة واضحة ان هي احترافية وصورة جميلة جدا. تمام، ده أول عين معاني. طيب لو حبينا مثلا نعمل عين تاني هنعمل ايه؟ ندوس على علامة الصح دي. تمام، وبعد كده هنختار لمع العدسة برضو، بعدين هنختار مثلا العدسة دي، بعدين هنكبر عليها كده. بعدين هندوس على تدرج اللون، يعني انت لو حبيت مثلا تغير اللون هتخليه احمر اخضر اي لون انت عايزه. تمام، بعد كده هنروح على اخر حاجة دي اللي هي المزيد، بعد كده هندوس على كلمة اضافة. تمام، وبعدين هندوس على علامة الصح. تمام، وزي ما انتم شايفين يا جماعة، لو عاوزين مثلا يكون الليزر قوي فانت هتعملوا نفس الخطوات اللي احنا عملناها. طب لو عاوزين الليزر ده زي كده برضه هنعمل كده، وهنختار العدسة كده. تمام، وهنكبر عليها كده وزي ما احنا قلنا هنظبطها كده، بعدين هندوس على المزيج، وبعدين هندوس على الإضافة، بعدين هندوس على علامة الصح. طبعا زي ما انتم شايفين هاي علامة الليزر يا جماعة، الليزر اللي طالع من العيون. بعد كده هنرجع لورا كده وهندوس على كلمة التأثيرات، وبعدين هندوس على تدرج اللون. تمام، لو لقينا ان اللون مناسب مع الليزر هنسيبه زي ما هو، لو لقيناه مش مناسب هندوس على علامة الثلاث شروط دي، بعدين هنغير كده بحيث ان اللون يبقى مناسب معنا. تمام يا جماعة، اهو كده شكل السنافر حلو جدا اهو. او ممكن تخلي اللون ده، ممكن لو مش عاجبك اللون مثلا هنختار مثلا التأثير ده، برضو اللون واضح فيه جدا. او ممكن نختار الفن اللي تحت دي ونغير هنا في الصور، بس ما انصحش بقى خالص علشان
الصور هتكون مغبشة معاك. تمام، احنا نشتغل على التأثيرات بس. او ممكن برضو نختار الصورة دي. لا معلش يا جماعة، لو اخترت اي خلفية من دي هتسيبه يحمل. طبعا انا ما عنديش انترنت فانا مش عايز احمل. تمام اهو جاب لي خطأ. هندوس على تأثيرات وزي ما احنا قلنا هنغير اللون زي كده. اهو يا جماعة كده شبه اللي هو الصور اللي احنا كنا بنشوفوها في الافلام الاجنبية اللي هي افلام الليزر اللي طالع من العيون وكده. وبكده نكون وصلنا نهاية شرحنا. ريت لو عجبك الفيديو واستفدت متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.